بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عايز اعمل شيتات جديده باجي هنا شيت واقول له نيو شيت وابدا اعمل اختار الشيتات اللي انا عايزها. تمام. في طريقه تانية موجوده في قلب الريفت، اجي هنا اقول له سكادول واقول له انا عايز شيت ليست وابدا اختار الحاجات اللي انا عايزها واقول له حطها لي هنا في السكادول فيلد اوكي، وابدا من هنا اقول له ضيف لي انسرت داتا رو بحيث يبدا يضيف لي حاجات. ابدا بعد كده اجي هنا في الشيت ادوس رايت كليك نيو شيت الاقي الحاجات دي بدات تظهر ادوس عليها واقول له اوكي فيبدا يعمل لي الشيت الجديد. في طريقه برضو سهله جدا عن طريق ان انا ببسطها بادينس اسمها شيت دوبليكيتور، هتلاقي اللينك بتاعها اسفل الفيديو. هتقول له انا عايز مثلا اختار ده وده ودوت الحاجات اللي انت عايزها وكوبي عايزها كم مره مثلا 5 مرات. تمام. وليكن دوت هيبدا يعمله 5 مرات. ابدا بقى اختار الشيت نيم مثلا عايز تخليه ايه، اللي انت عايز يظهر فيه. مثلا عايز اخليه هنا ده يظهر فيه سكشن 4، عايز اخلي فيه مثلا سكشن 8، الفلور بلان لو انت عايز تحط فيه فلور بلان تبدا تشوف ايه الفلور بلان اللي هيظهر معاه. تمام. بعد كده هقول له جو هيبدا يعمل لي الشتات ديت ويبدا يحط فيها السكشن والفلور بلان في قلب اللوحه. اجي هنا ابص على الام الاقي ان هو حط لي السكشن هنا، الاقي حط لي الفلور بلان بالشكل دوت، يبقى ان انا اشوف المقاس بتاعه وابدا احطه في قلب الشيت زي ما انا